مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تؤكد كل الحقائق مرة أخرى نوع الاحتقان الذي تعيشه مخيمات تندوف عقب إقدام ما تسمى قوات الأمن بجبهة البوليساريو على اعتقال الناشط المعارض أحمد ود الغالي وبوحشية أمام أفراد أسرته. المعتقل هو ناشط معارض للوضع القائم بمخيمات تندوف، وقد سبق له أن قاد حركات احتجاجية على خلفية أوضاع حقوق الإنسان المتردية داخل المخيمات، وتسود حالة من التدمر والسخط الشديدين في المخيمات على خلفية الاختطافات والاعتقالات التي تطال عددا من الصحراويين المعارضين لسياسة القمع والنهب لقادة جبهة البوليساريو. بعد عصر يوم السبت الماضي تطالب بإنهاء زمن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات والكف عن تضليل الرأي العام بأخبار كاذبة وبتحقيق انتصارات عسكرية وسياسية وهمية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.